أهم الإنجازات في مجال الإدارة الإسلامية، ثم نظام الحكم والإدارة في الدولة الأموية، ثم في عهد الدولة العباسية، ثم الإدارة في الدولة العثمانية. هي أول جلسة. الجلسة الثانية حتكون هي القوانين اللي اجت من أثناء الاستعمار الفرنسي، ثم ما قبل، ما بين الاستقلال وما بين الستينات عندما سيطر حزب البعث، وبعدين شو صار فيها. حقيقة مقومات الدولة تقوم على ثلاث مقومات، هي الشعب والإقليم والسلطة. حتى يصير فينا نقول أنه قوانين إدارة محلية، لازم تكون هذه القانون تنشأ بموجبه تحديد السلطات والموارد والصلاحيات، ويجب أن يكون عندي رقعة جغرافية محددة المعالم، وجود هيئة حاكمة، وجود أجهزة تنفيذية، وأيضا وجود الموازنة. إذا الإدارة لا تنشأ إلا بهذه العوامل. لماذا إحنا ليش نشأت الإدارات المحلية ثم تطورت أصبحت دول؟ الإدارة المحلية أهدافها أول شيء تقديم الخدمات والتنمية المحلية. عادة كانت الدولة وقت كانت مركزية كثير، دائما الأطراف حتشوف خدماتها ضعيفة. يمكن أنا ما زرت شمال سوريا إلا بالثورة، يعني بتشوف هذه المناطق كيف كانت تتحمل ذاك النظام اللي ما في أبدا خدمات، بعيدة عن كل الخدمات. ثاني شيء إشراك المواطنين في السلطة. حقيقة ليس إشراك المواطنين في السلطة فحسب، حقيقة إنه المواطنين أنت تدربهم أن يكونوا هن جزء من السلطة، يعني رجال السلطة واللي بيطلبوا الدولة يبدأوا بمراحل بالمحليات والبلديات ثم يتطوروا. هاي بنشوف تجربة تركيا من أهم التجارب، حتى في الدول الأوروبية عادة رجال الدولة، يعني مو أنت دغري حصير والله رجل دولي، يكون يعني بتدرجوا وهو شاب بالبلديات بالمحليات على مستوى المحافظات، ثم بيطلعوا للحقيقة بيصيروا بالشأن السياسي مثل ما يعني كثير دول. يعني جاك شيراك كان رئيس بلدي، يعني كان باريس، رئيس أردوغان كان رئيس بلدية اسطنبول. إذا المحليات هي تنتج رجال البلد. طب هنبدأ بعهد النبي صلى الله عليه وسلم. حقيقة الدولة كانت في قسمين، النبي صلى الله عليه وسلم برسالته كان في مكة ثم انتقل إلى المدينة. احنا الحقيقه الدوله بدات في المدينه المنوره. الوثيقه التي كتبها النبي صلى الله عليه وسلم لانشاء الدوله في المدينه نصت حقيقه هذه يعني تعتبر من اهم الاوراق في انشاء الدوله، وكان فيها مبدا دستوري، كان فيها معاهده، وحتى من بيقدر يعني من يدخل فيها داخل سينضم لاحقا سيستطيع ان يلتحق، وكانت فيها مبدا نصت على مواد التكافل الاجتماعي بين افراد الدوله. اذا الحقيقه اللي احنا بالعهد الاسلامي من زمن النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينه بدات الدوله. اذا ثلاث اشياء كانت مهمه بالوثيقه. ايضا احتوت اذا هي إعلان عن قيام دولة المسلمين، ونصت على مبدأ الانضمام، يستطيع كل من يقبل بها أن ينضم إلى، والتكافل الاجتماعي. طب في عهد أبو بكر الصديق كانت هي امتداد إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أدخل شيء جديد أنه عين سيدنا أبو عبيدة ابن جراح بما يماثل وزير المالية عهد إليه، وسيدنا عمر القضاء أو العدل، وزيد بن ثابت تولى الكتابة. إذن أول إشراك مع النبي صلى الله عليه وسلم كان في عهد سيدنا أبو بكر عندما أدخل ثلاثة يساعدوه. حقيقة في عهد سيدنا عمر بن الخطاب، وأنا بعتبره يعني كانت أخذت الدولة تقريبا برزت خصائص الدولة بشكل قوي، كانت الدولة توسعت أكثر. لذلك سيدنا عمر بن الخطاب لم يكتفي بالإدارة المركزية، وإنما قسم الدولة إلى ولايات ومقاطعات، وكان في كل ولاية حاكم وقاضي. إذا في كل لكل ولاية حاكم وقاضي، وكان يديرها بشكل فينا نقول
ما عادت مركزية، ما فقط أنه سيدنا عمر قاعد بالمدينة هو بده يحكم مصر أو بده يحكم الشام، أصبح له ولاة معهم يستطيع أن يؤم الناس بالصلاة ويكون هناك قاضي وأن يكون هناك والأهم من ذلك أنه كان يرسل عليهم تفتيش، يعني أصبح يرسل من المدينة من يراقب هؤلاء العمال أو الحكام. استحدث في عهد سيدنا عمر نظام العسس يعني الشرطة، وصار في عنا نظام الضرائب أو الحسبي، نظام البريد ونظام القضاء، وأيضا أصبح مفهوم الرقابة، أصبح بيبعد بيراقب الولاة الموجودين ما متركين بشكل. إذا هذا كان في عهد سيدنا عمر بن الخطاب أخذت شكل الدولة. ايضا برز في عهد سيدنا عمر بن الخطاب هي الرقابه الشعبيه، يعني كان يستطيع اي وفد يجي عند سيدنا عمر كان يشتكي الحاكم، وبتعرفوا القصه المشهوره اللي حدثت مع على سيدنا عمرو بن العاص اللي صارت بمصر. وايضا هناك الرقابه الاداريه، الرقابه الاداريه كان يمنع دخول اي عامل للمدينه لاي مدينه، يعني كان يرسل عامل الى اي لمصر او الى الكوفي او الى الشام يمنع دخوله ليلا ولا يستطيع ان يحتجز، يمنع دخوله ليلا. وكان يرسل العيون يعني دائما ياتوا بالاخبار عما شو عم يساووا الموظفين او الحكام اللي بعثوا سيدنا عمر، اذا كان يعني مثل التفتيش. وعنده كان عدة مستويات في الأقاليم إدارية ومالية وقضائية تعمل مستقلة عن الأخرى، يعني اليوم أصبحت الدولة لها يعني مؤسساتها، مو فقط كما يفهم أنه كانت الدولة كله بيقدر يدير، كان في إذا السلطات متميزة. حقيقة لو أخذنا ولاية مصر، مصر نموذجا كان فيها تقريبا الحكم مثلا نسمينا الاداري، كان فيها سيدنا عمرو بن العاص بحكمه، هو كان يؤم الناس، كان تقريبا ترك فيها كانت تحكم ما قبل الاسلام بنظم اداري ابقى عليها وطورها، فصار فيها نوع من اللامركزية الإدارية. نظام الخراج اللي أبقى سيدنا عمر بن الخطاب في أيدي أصحابها، يعني وعفى نظام الجسية اللي كانت عن غير المسلمين وأعفى النساء والأطفال والشيوخ والفقراء، إذا هذا كان في وأنشأ الدواوين، صار عندنا ديوان الخراج لرصد موارد الدولة، ديوان الجند وديوان العطاء. حقيقة ديوان العطاء اللي اليوم بيسموه جمعيات المساعدات والعون والدعم الإنساني كان من أيام سيدنا عمر بن الخطاب، حتى كان يشمل المسلمين وحتى غير المسلمين. والشيء المهم، بدأ التاريخ بعهد سيدنا عمر، يعني بدأوا بسنة 16 هجري، يعني قبل 16 هجري لم يكن هناك تاريخ، كان يعني ما كان يسجل التاريخ، وإنما كان سجل في عهد سيدنا عمر بن الخطاب ب 16 هجري. ومثل ما قلنا نظم الولايات وأصبح هناك والي على كل ولاية. حقيقة أيضا في عهده بدأ إنشاء المدن، بدأ إنشاء المدن غير يعني كان يرسل الجيوش أنشأ له مدن خارج مناطق السكن، حتى يعني هذا بحث يعني يحتاج إلى نظر فيه، إنه يحتاج إلى وقت أكثر، إنه وين أنشأوا المدن وكيف شو أسبابها. إذا أنشأوا المدن في عهد سيدنا عثمان وسيدنا علي تقريبا استمروا بنفس النظام. فينا نوجز الإنجازات اللي كانت بالعهد الإسلامي هي إعادة بناء الدولة وربط حياة الفرد والجماعة سياسيا واقتصاديا وإداريا، توسيع مفهوم الدولة وظهور نوع من التنظيم الإداري في ظهور الدواوين،
المتنوعة. وأيضا ظهر في عهد سيدنا في الدولة الإسلامية مفهوم الرقابي، الرقابي على الأعمال الإدارية. وأيضا ظهر مفهوم تقسيم الدولة إلى ولايات، أي يعني ما فينا نقول اليوم هو كان مقدم لما سمي اليوم إحنا نظام الإدارة المحلي، لأنه عندما اليوم جزأنا كل ولاية أن تحكم ويكون إلا والي، وتطوير الأنظمة المالية أصبحت الإدارة تحسب الإيرادات وتحسب المصروفات، وأيضا كان صك النقود اللي كانت أيضا فيها سيدنا عمر لأول مرة يصك، كانت تستخدم دائما النقود الغير عربية. العهد الأموي، هي في العهد الأموي الدولة أصبحت واسعة جدا، تذكروا يمكن أكثر يعني امتدت شرقا وغربا وشملت جزء من آسيا وأوروبا وأفريقيا، لذلك أصبح تقسيمة يعني قسمت إلى ثلاث أشياء. أولا التقسيمات الإدارية، في وظائف إدارية وفي مؤسسات إدارية. التقسيمات الإدارية اللي قسمت بعهد الأموي كانت هي ولاية الشام والعراق والجزيرة وولاية الحجاز واليمن، ولاية مصر، ولاية المغرب، ولاية الأندلس. أما الوظائف الإدارية فكان عندي إدارة شؤون الدولة، وكان في تعريب الدوامين وفي تعريب النقد. حقيقة في عندنا جداول بالدواوين اللي كانت موجودة من ديوان الجند، الخاتم، النفقات، الرسائل، الطراز اللي هو يعني الإشراف على المصانع والملابس والأعلام. في العهد العباسي، حيا العباسي نفس استمروا بنفس اللي كانوا عليه اخوتنا يعني بالعصر الأموي، لكن زادوا عليه المركزي، رجعوا شوي اكثر للمركزي واحدثوا منصب الوزارة، وصار سلطة الوزير هو اللي يشرف على الدواوين، وتقريبا قلدوا الدولة الفارسية في ذاك العصر. يعني العباسيين شوي رجعوا لورا، خطوا لورا، بدل ما كان العهد الراشدي اجى الاموي كان يوسع باللامركزي، رجعوا بالعهد العباسي الى اذا تقريبا قلدوا الفرس بالمركزي، وصار عندهم الوزير والزام الرعيه. لكن تمت الدواوين نفس الدواوين اللي كانت، ما حنوقف عندها. إذن في العهد العباسي أصبحت التشكيل الإداري كالتالي: عندي الوزارة، في عندي الأمارة، وفي عندي القضاء، وعندي الأمن. يعني هذا أبرز ما كان تميز الدولة العباسية. في العهد العثماني حقيقة كان عندي نوعين من الإدارة. الإدارة اللي هي بالأستانة أو إسطنبول أو اللي سميناها الإدارة المركزية اللي كان فيها السلطان، وعندي الإدارة الخارجية اللي كانت الولايات المترامية. أيضا الدولة العباسية العثمانية يعني تحتاج إلى أوسع، لكن هنعطي بشكل سريع. كان عندها اللي يقصد بها يعني الشام والعراق، وكان كل وحتى أوروبا اللي كانت بسيطرة عليها. في الإدارة المركزية كانت اللي هي تقريبا هي بعام 1500 تقريبا بلشت الدولة العثمانية، كان في الديوان. الديوان يبت في كافة القضايا والسياسة. كان صلاحيات الوالي هي إدارية وقضائية وعسكرية، يشرف إشرافا مطلقا على الشؤون الإدارية والإقطاعية. يعني كان إدارة مركزية كاملة، يساعد الوالي عدد الموظفين، يرتبطون كلهم بإسطنبول بشكل مباشر. حقيقة حطيت سلطان محمود الثاني، يعني يعتبر يعني تعرف مرت بمراحل حقيقة الدولة العثمانية، هو إجا عمل إصلاح إداري مهم يعني بعهده، بعد ما كانت مرت بمرحلة ركود، عمل عمليات إصلاح تخطيط دقيق والقضاء على المؤسسات الرجعية وتنظيم إصلاحات في جميع أنواع الحياة.
هي هيدي القسم الأول. رح نشوف الخارطة اللي كانت بالدولة العثمانية، هذه الخارطة اللي كانت بلاد تدعى سوريا بلاد الشام ضمن هذه الخارطة. هلأ تاريخية أنت نشأت سوريا بعدين عن قوانين الإدارة المحلية من الاستقلال والقوانين الانتخابية في سوريا وملاحظات عن القانون الانتخابي 1973. طبعا سوريا مساحتها اليوم اصبحت 185,000 كيلومتر بعد يعني ما تقسمت بعد سايكس بيكو، وعدد السكان اليوم 23 مليون. حي 1520 شكل العثمانيون ولاية الشام العربية مركزها دمشق. إذا 1520 أول مرة يعني تصبح ولاية الشام العربية، هلا حنشوفها يعني شو حدودها. بال 1549 قسموها لولايتين، ولاية دمشق وولاية حلب، وشكلوا لاحقا ولاية طرطوس ثم ولاية صيدا، وبعدين ردوا ضموهم لولاية دمشق. 1865 سميت ولاية سوريا، يعني قبل 1865 ما كان في اسمه سوريا. 1865 دمجوا ولاية صيدا مع ولاية دمشق تشكيل ولاية كبيرة باسم ولاية سوريا، ضمت معظم سوريا الحالية وفلسطين وشرق الأردن. إذن كلمة سوريا نشأت 1865 وكانت تضم سوريا الحالية مع فلسطين وشرق الأردن. أول دستور سواء مدحت باشا والي يعني على سوريا، وكان يسموه أبو الدساتير، ويعني كان المصلح الأول. لذلك تعرفوا كلكم سوق مدحت باشا في سوريا في دمشق، حيا من أهم الأسواق. حيا هو كان يعني رائد الإصلاح في سوريا، وهو كان والي على سوريا في بعام 1856. حيا بعهده صدرت عدة أشياء، منها جريدة صار في بعدين جر المياه إلى دمشق. هلا إذا بتشوفوا يعني ساعته إحنا بسموه يعني موجود عدة أقنية من أيام زنوبيا، بعدين إجا أيام العثمانيين، بعدين أيام الفرنسيين، وأخيرا آخر أنبوب أيام السبعينات وآخر السبعينات. حي وافتتح اول مصانع في دمشق، يعني صار في ان عندنا يعني بعهده حقيقه كان عهد اصلاحي، سواء معامل القطن المياه سواء مطبعه. طبعا مع نهايه الحرب العالميه الاولى صار شيء اسمه معاهده سايكس بيكو اللي قسموا فيها سوريا، صار عندنا شيء اسمه دوله لبنان الكبير، صار عندنا دوله حلب، دوله العلويين، دوله الدروز، دوله دمشق. هلا ولايه سوريا كيف كان تقسيم ولاية سوريا؟ قسمت إلى كان يسمى بدال المحافظة اسمها ألوي أو سناجق، والسنجق كان إلى أقضي، والأقضي إلى نواحي، والنواحي إلى قرى ومحلات ومزارع. إذن هيك كان التقسيم الإداري عندما أنشأت سوريا. كان إذن سوريا كولاية مؤلفة من ألوي، بعتقد يمكن الأردن هلأ بسميه لواء البتراء، لواء لساته التسمية موجودة بالأردن، أو السنجق والأقضي كمان. يعني تمت لفترة يقولوا قضاء عكار، قضاء الزبداني، قضاء ونواحي وقرى. هذه كانت التقسيم الإداري في البداية. طبعا كان عندنا لواء دمشق أو الشام، لواء حوران، لواء حماة، لواء الكرك ومعان. حقيقة إذا لاحظنا بهذا ب 1893 مثلا لواء الشام كان في سبع أقضي وناحي نواحي عدد واحد، المزرعة 59، القرى وهكذا، اللواء حماة. هكذا كان التوزيع الإداري عندما نشأت ولاية سوريا بألف على حكي 1893. لواء الشام كان الأقضي اللي فيه هو قضاء دمشق، قضاء بعلبك، قضاء المعلقة، قضاء النبق، قضاء دوما، قضاء وادي العجم، يعني بتعرفوا بالجولان، يعني بالجولان حاصبية، راشية، الزبداني، كل هدول كانوا أقضي تابعين إلى لواء الشام.
النواحي مثل قطنة وأيضا الباقي القرى والمزارع. إذا هذا هو التوزيع الإداري لسوريا يعني المعروف. قبله ما كان في تقسيمات صراحة، كان يعني هاي أول ما عرفت هذه التقسيمات في سوريا. ولاية حلب مثل ما قلنا إحنا عندنا كان ولاية الشام وولاية حلب. إذا بتشوف اللواء في اللواء حلب كان في 13 قضاء، لواء أورفا، لواء مرعش، ويعني هاي اللي كانت إذا ولاية حلب. عندنا ولايتين إذا أول ما نشأت سوريا بولاية الشام وولاية حلب. المملكة السورية العربية هيك كان اسمها، المملكة السورية العربية عام 1919 بعد أول ما تشكلت اسمها المملكة السورية العربية اللي كانت تشمل. طبعا صار في مؤتمر معروف، مؤتمر السوري العام، تم الاتفاق على تنصيب فيصل ملكا عليها. هي كان سوريا، لبنان، الأردن، فلسطين التاريخية، والأقاليم السورية الشمالية، والأقاليم السورية الشمالية المقصود فيها حلب. طبعا هذا هو الدينار. البنك السوري اصدر 25 قرشا. هي اذا بتشوفوا هون قيمته القرش السوري 20 سنتا فرنسيا، 20 سنتيما فرنسيا. هذا كان اول عمله صكت للمملكه السوريه العربيه. طبعا هي هي الخارطه تبع سوريا، هي خريطة سايكس بيكو. حي سايكس بيكو اللي صارت 1916 قسم سوريا ألف، هي المنطقة العربية، هي من الموصل معها حلب ودمشق، هي المنطقة شايفينها هيك، وكانت تحكم تحت النفوذ يعني منطقة عربية لكن تحت نفوذ فرنسي. والمنطقة الزرقاء اللي شفناها فوق اللي بتضم جزء من اللي هلا اسكندرون والساحل السوري مع بيروت تقريبا، يعني جزء كبير من الساحل اللبناني والسوري والاسكندرون والشمال السوري، وكانت هي تحت المصاية الفرنسية الكاملة. طبعا هي صورة هي هي ولاية الشام وولاية حلب والقدس واللبنان، هي اللي صارت وقت اعلنوا هي اعلن الملك فيصل ملكا عليها. حي القوانين في العهد الفرنسي، بعهد فرنسا أصدروا قوانين البلدية الكبرى والبلدية الصغرى وقانون المحافظة، يعني سميت بقانون 1925-1926، سموا نظام بلدية صغيرة وبلدية كبيرة. ثم أتت بقانون 1936 وأصدروا قوانين المحافظة. طبعا المحافظات صار عدة تعديلات عليها اللي شايفينها اليوم، بس حي من عهد فرنسا صار شيء اسمه كلمة محافظة بعام 1936، قبلها ما كانت تسمى محافظة. عام 1956 صدر القانون 172 المتعلق بالبلديات وبالمخاتير، وتم إلغاء القانون الفرنسي يعني لأنه أنشأ فيه المحافظات. بعام 1957 أصبح القوانين أول مرة بتصير عندنا قوانين سورية، يعني لحد 1957 كنا ما زلنا نعمل بالقوانين السابقة، يعني كل قوانيننا كانت لحد 1957 كنا نعمل على القانون العثماني وعلى القانون الفرنسي، إلى أنه صار 1957 يعني قبل الوحدة بسنة صار عندنا قانون نحن الإدارة المحلية، أو صدر قانون الإدارة المحلية المعروف 496 اللي أعطت صلاحيات للمحافظين ومجلس المحافظة، وكان يعين ربع وثلاث أرباع انتخاب. إذن هذا هو أول قانون إدارة محلية بينصدر، هو بعام 1957 القانون 496، وبعدين صار يصير عليه تعديلات. طبعا هذا القانون يعني رسخ النظام الحكم المحلي، صار عندي الجهاز الإداري يمثل السلطة التنفيذية، والثاني البلدي يمثل السكان، وأعطي للجهاز الأول سلطة الوصاية على الثاني. يعني بعام 1958 صار عندنا أول وزارة الشؤون البلدية والقروية للإشراف
على الادارات المحليه، يعني اللي احنا بنسميها وزاره الاداره المحليه، هي صارت بعام 1958، وحقيقه بعدها دخلنا الوحده مع مصر. حقيقه القانون 102، يعني مصر طبقت علينا القانون المطبق عندها في مصر عام القانون 152، رجع بالانفصال، رجعنا احنا للقوانين الساري، لكن بالانفصال ما صار اي تعديلات على القوانين، رجعنا الى القانون الاساسي 1957. 1971 صدر قانون التقسيم جديد للجمهوريه العربيه السوريه، هي المحافظه والمدينه والبلده والوحده الريفيه والقريه، يلي كان عدد سكانها 5000 نسمه واكثر. اذا حطيت رئيس مجلس المحافظه هو محافظ، اللي هلا كان يطرحوا الشباب، هو منتخب، كيف بده ينتمى على وزير؟ المنتخب لا ينتمى على وزير، ولذلك لابد من فصل اثنين، فصل الانتخابي عن 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 الوظيفي. المحافظ موظف، بينما رئيس مجلس المحافظه هو منتخب. فما بصير، ما بصير اليوم انا واحد منتخبي محافظه منتخبي واحد يصير يتبع الوزير يحكم فيه. لذلك لا يمكن جمع الاثنين. كان اخوي عم يقترحوا انه نقول انه رئيس مجلس المحافظه هو محافظ، هذا كلام لا يصح اداريا. طبعا في سوريا 64 تقريبا منطقه، احنا حطينا 14 محافظه، لكن مناطق عندنا 64 منطقه، اكبر شيء مساحه هي تدمر، واكثر شيء عندنا سكانا منطقه جبل السمع. طبعا اول تقسيم ب 46 اول ما انشأوا المحافظات كانت هي دمشق وحلب وحما وحمص والفرات والجزيره وحوران وجبل دروز واللاذقية، هذه المحافظات اللي كانت اول ما قسمت بال 1946. بال 54 غيروا فيها وصارت الجزيره سمت، صارت الحزكي وحوران درعا وجبل دروز صارت سويداء، هي التعديلات. اذا نحن كان عندنا فقط هذول واحد، يعني 1 2 3 4 5 6 7 8 9 محافظات كان اول ما بلشت سوريا، اليوم 14. وكان في بنساء وتدمر يمكن ومنبج محافظات، يعني كان بس ما لحقوا. حقيقة بال 61 صار انفصلت محافظة إدلب عن حلب، والجزيرة شطرت دير الزور ورقة ب 62، ومحافظة دمشق، عفوا محافظة دمشق ب 62، والدير الزور ايضا ورقة ب 61، والقنيطرة بال 64، وطرطوس بال 72. اذا حتى صار عندنا، اذا اخر محافظة نشأت في سوريا هي طرطوس ب 1972. طبعا التقسيم الاداري، هي عندنا المحافظة وعندنا المنطقة وعندنا الناحية. طبعا يعني المحافظة مجلس محافظة، والمنطقة مدير منطقة، والناحية مدير ناحية. طبعا هاي يعني معلومات كل واحد شو رمزها، شو عدد الأحياء اللي بيتبعوا لها. أول قانون انتخابي في سوريا صار، حدث عام 1928، تعرفوا أسر هي بعد ثورة 1925 اللي إذا بتذكروا حرقت فيها جزء من دمشق، حريقة حرق بريف دمشق، مناطق واسعة دمرت، يعني أنا من وادي بردة حرق، أنا احترقت هذيك الفترة، تم حرقها. بعد هذه الثورة طبعا الفرنسيين وافقوا انه يصير انتخابات في سوريا، وكان ذلك عام 1928. اتت بمجلس تاسيسي، دخلت فرنسا الحرب العالميه، بتعرفوا انقسمت في سوريا الى قسمين، اجى فيشي، يعني كان في عندنا ديغولي وفيشي، وانقسموا داخل الاراضي السوريه، ودخلوا الانجليز من الجنوب.
فوعدوا السوريين اذا دخلوا معهم وقتها اذا حاربوا ان ديغول وقتها ان ينالوا الاستقلال. حقيقه بعد انتهاء الحرب حاولوا الفرنسيين التملص، وبتعرفوا الاضرابات اللي صارت في دمشق، يمكن كان هجوم على البرلمان وقصفوا بالمدفعية يعني بعام 1945، حتى نالت سوريا بالأخير الاستقلال بعام 17 نيسان 1946. حقيقة بالعهد الفرنسي صار أول اعتماد جداول انتخابي كان بالعهد الفرنسي، وكان ممنوع الشرطة والدرك بالانتخاب، وكان يعتبر مركز القضاء ومركز المدينة دوائر انتخابية. يعني كان يصير على مستوى القضاء الدائرة الانتخابية. هلا كثير احنا اليوم بنشوفه بلبنان بيهتموا بالدائرة الانتخابية، احنا بسوريا نتيجة عدم وجود حياة انتخابات او كانت ناس تؤمن فيها ما كانت تعرف شو معناه الدائرة الانتخابية على مستوى قضاء على مستوى مديني شو بتأثر. حقيقة كثير تلعب دور كبير حسب حجم القضاء أو الدائرة. هلأ بالدائرة كل ما صغرت تستطيع أن تكون فيها يعني تحكم أكثر لبعض، يعني إما أحزاب أو إثنيات، أو كل ما كبرت حقيقة بتكون التحكم بهذا الموضوع أقل. يعني لو تكون أنت عم تحكي على مدينة حلب كاملة أو حوض حلب شيء، يوم تحكي على إعزاز لحال، مارع لحال شيء آخر. حقيقة هذا أيضا حيكون يمكن نقاشات في السوريين في المستقبل على الدائرة الانتخابية. لذلك أنا حطيت أول يعني أي الفرنسيين حطوا بزماناته على القضاء، بس لكن كان القضاء يعني بعلبك كله قضاء يعني قد مدينة. يعني أيضا الفرنسيين دخلوا المقاعد الدينية صراحة والطائفية، وأيضا دخلوا ما بعد ملكة تبهون شيء اسمه للقبائل كمان. هذه كانت يعني من الأسفين اللي دخلتها فرنسا أيام الانتخابات، إنه دخلت لك مقاعد دينية يعني طائفية وحتى للعشائر. كان الانتخاب بعهد الفرنسي فقط للذكور، ما كانت النساء لها حق الانتخاب والترشح، وسرية الانتخابات ايضا. الحقيقه هذا الفخ الثاني هو الانتخاب على درجتين. ايضا احنا يا جماعه هلا ما بعرف اذا شفتوا العراق حطوا لهم جداول المكمله انه نسبه 10، يعني حقيقه الفخ بالعراق حتى يطلعوا للدنيا. ايضا الفرنسيين حطوا لنا الانتخابات على درجتين. كلمه على درجتين يعني كمان هذه مشان بيحطوا لك حد معين بحيث انه اللي ما بيحققوا بيرسب وبياخذوا الباقيين وبيعطوهم مكملات، يعني الى طريق. لذلك احنا اليوم ايضا اليوم انتخابات الجديده انه لا بدنا جدول هذا القوائم المتممه، ولا بدنا هي الانتخاب على درجتين بالهي. يعني هي احدى الفخوخ الافخاخ اللي حطها الفرنسيين عندنا وامس الامريكان. نعم يعني في يعني حقيقه مو بس هيك، حتى تقدر تتحكم انت بال هلا بال 1947 حقيقة الانتخابات أصبحت بدرجة واحدة. ما عاد عندي يعني إحنا السوريين 1900 بعد الاستقلال 1947 صارت عندنا التعديل الانتخابي إنه أصبح قانون انتخابي، ما عاد عندي درجتين مكمل مثل ما كان الفرنسيين حاطين. يعني التغى التكميل بقانون القانون الانتخابي 1947. هلا حتى إحنا ب 1947 1900 أول انقلاب في سوريا أو اللي هو حطم يعني فتح باب الانتخابات، مع عمل انتخابات أو استفتاء بس جاء فيه 53%، يعني ما تجاوز جاب 53% مع أنه هو كان المرشح الوحيد. طبعا بعدين هلأ أيام حافظ الأسد وابنه صار يصل 99%، بس اللي الحقيقة كلها برقبة حزني الزعيم اللي هو اللي خلى انه يصير العسكر يقدروا يتسلطوا ويعملوا انقلاب. بال 49 كان اول مره بحق للمراه الانتخاب. حقيقه اللي احنا دائما اليوم بيجوا بيتفزلكوا علينا بانتخاب المراه. احنا من 49 عندنا انتخاب للمراه.
لكن حياة النمسا سويسرا اللي هي سويسرا بعتقد بالستينات يعني بعد سوريا بفترة طويلة. يعني احنا سبقنا معظم الدول اليوم بتنادي بتقولنا على هي بالانتخاب من 1949 احنا بحق للمرأة انها تنتخب، ولك وحتى الستينات في دولة مثل النمسا وسويسرا ما كانت تنتخب فيها المرأة. اليوم بيبعدوا ب طبعا بال 1947 صار العمر الانتخابي 18 كان 21. الحقيقة كان المرشح لازم يكون معه شهادة ابتدائية أو ما يعادلها. طبعا بال 54 صار أول مرة بأنه يصير عندنا غرفة سرية بال 54، يعني صار أنت بحق لك تصير غرفة سرية كان أقرت بعام بانتخابات 1954. قبلها ما كان في غرفة سرية، بتعرف الواحد كيف، أما بال 54 صار عندنا غرفة سرية وأقرت بال 57 أقر حق الترشح. إذا هنيك 57 يعني بعد 10 سنين من انتخابها كان بحق لها تنتخب ما ترشح، لكن بال 57 صار بحق للمرأة أن تترشح بقوانين 1957 للمجلس النيابي. حقيقة بال 61 كان تذكروا كان عهد الانفصال. الحقيقة كانت بلد شوي يعني خارجة من دكتاتورية عبد الناصر. الحقيقة دكتاتورية عبد الناصر هو اللي خلق هي الدكتاتوريات اللي بعدها صراحة، يعني هو اللي سوى الشيء اسمه نظام أمني. النظام الأمني اللي نشأ في سوريا هو اللي أنشأه عبد الناصر، هو جاب السراج وجاب كل الناس هي، وصار المفهوم اللي شفتوه بعدين بسوريا. إجا مرحلة الانفصال الحقيقة صار شوية انتعاش، لكن ما طولت عودوا رجعوا بانقلاب يعني على الديمقراطية اللي كانت واستمرت حتى يومنا هذا. هلا يعني 1973 طبعا انتم بتعرفوا حافظ اسد استولى ب 1971 لكن ما عاد رئيس جمهورية. سمى واحد اسمه الخطيب كان أحمد الخطيب، هو كان يعني سماه لمدة 7 أشهر يعني حقيقة منظر للأسف لحتى امتصوا العالم وعدلوا الدستور، وطلع الدستور اللي حقيقة إنه عطى صلاحيات كاملة لحافظ الأسد. الحقيقة بال 1973 القانون الانتخابي سوى فيها ألف وبي. الحقيقة إنه ال آ وبي ألغيت بعام 81. طبعا 1991 صار عدد أعضاء مجلس الشعب 251. هلا القانون الدائرة الواحدة كانت لحلب، لكن حلب دائرتين يعني ضيف لحال كانوا ينتخبوا فيه والمدينة لحال. طبعا دمشق كمان دائرة، ريف دمشق كمان دائرة، يعني كانت كل محافظة دائرة. هي هذا أيضا هذا الموضوع يعني الدائرة الواحدة يخفف كثير من الاصطفافات. كيف نرى سوريا القادمة؟ هلا أي قانون انتخابي لازم يكون تشارك فيه القوى المجتمعية في صياغته وتتوافق عليه ويحمل عناصر الأمان بكل ما يلبي نزاهة وسرية الاقتراع، وأيضا لازم يكون عندي سلطة قضائية مستقلة تؤمن ابتعاد الأجهزة الأمنية والسلطة التنفيذية عن تدخل بمجريات العملية الانتخابية. إذا هدول الشرطين الأساسيين لحتى تعطي أي انتخابات يعني الهدف المنشود منها. طبعا أنا الحقيقة اليوم هلا الشباب رح يتابعوا معكم بالقانون 107 واللوائح التنفيذية تبعه اللي أنتم اليوم تطبق. وأنا اللي أعطيته هو عبارة عن لمحة تاريخية كمقدمة حتى نعرف ما هي اللوائح وهم المطلوب. في سوريا نحن اليوم بدنا نرجع مفهوم المواطن. أما تقول لي اليوم محاصصة كارثة كبيرة رح ندخل نفس المتاهات، الأسد اللي احنا لا عندنا مناعة ولا عندنا حصانة لهذا الموضوع. لازم تطبق المواطن في سوريا.
تعرف اليوم مقومات الدولة الكبيرة أن تكون أقل شيء عددها 100 مليون، أقل شيء يكون يعني حط المقومات دخله يكون فوق ال كذا مليار، تعرف الألف مليار ما هيك؟ ألف مليار، ونحن رجعت عم نرجع نصغر كل ضعف ضيعتها، كيف نصير نحن كلياتنا جزء كنا؟ يعني أشكركم جميعا، ما بعرف الله يعطيك العافية دكتور جواد. طبعا قدمنا محاضرتين، تطور الإدارة المحلية العصر الإسلامي، تطور الإدارة المحلية قبل الثورة. لا، رح ناخذ استراحة بسيطة 10 دقائق وبعدين نكمل المحاضرة الأخيرة.